وأعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن التفجير حسب بيان منسوب إليه، وقال إن الانتحاري يدعى أبو حمزة وفجر نفسه في مجمع للشيعة بمدينة الصدر. وبدورها قالت خلية الإعلام الأمني التابعة لوزارة الدفاع العراقية إن عبوة ناسفة انفجرت في سوق الوحيدات الشعبي خلف السوق. أثناء اللي صار الانفجار كل شخص ما أكون هنا، فلقينا طفل طلعوه من هذا الباب الخلفي، فقالوا لا إسعافات موجودة، لا سيارات، لا أي شيء، فنفل عليه التكاتك اللي نغلت الوادم هاي. فظلينا نودي بالجرح على مستشفى شهيد الصدر وظلينا ننقل بيهم. يعني حقيقة تواجدنا في اللحظات الأولى لهذا التفجير في مدينة الصدر، تحديدا في منطقة سوق الوحيلات. التفجير كان بحزام ناسف لامرأة كانت تتواجد في هذا المكان، ما نعرف إذا هي مرأة لابسة حزام ناسف أو رجال. وللحديث حول الموضوع ينضم إلي علي القيسي، رئيس جمعية ضحايا السجون الأمريكية والإيرانية من برلين. أستاذ علي القيسي، يعود داعش إلى العمليات الانتحارية، لماذا هذا التوقيت بالذات؟ كنت أتمنى أن أقدم التهاني للشعب العراقي من خلال قناتكم بهذا اليوم بمناسبة العيد، لكن للأسف العراقيين نتيجة التغول والاحتلال والإيراني والفشل الحكومات العراقية المتعاقبة لن نجد إلا تقديم التعازي للشعب العراقي للأسف. ما حدث الآن كارثة تضاف إلى الكوارث اليومية التي يمر فيها العراق نتيجة الفشل الأمني والانهيار الأمني. يعني 1.5 مليون من الجيش والشرطة وأجهزة مكافحة الإرهاب لا تستطيع أن توقف هذه العمليات، ثم كيف نصدق أن هذه العملية أتت من داعش في وقت لدينا بيان يثبت تعلن فيه داعش بأنها قتلت هشام الهاشمي قبل ذلك، والآن تبين أن من قتل هشام الهاشمي ضابط في وزارة الداخلية وينتمي إلى كتائب حزب الله. لا يستطيع أحد أن يجزم حقيقة ما يجري في العراق الآن بسبب المناكفات السياسية والصراع البين بين تيار مقتدى الصدر اللي متمركز في مدينة الصدر التي حدث فيها الانفجار وبين الميليشيات الأخرى. ومقتدى الصدر الذي يعتبر مدينة الصدر الخزان الأساسي الداعم إلى انتخابياً أمس استقل طائرته الخاصة وذهب لقضاء عطلة عيد الأضحى لدى حسن نصر الله في لبنان، وترك الشعب العراقي والذي يدعي بأنه يدافع عن هذه المدينة بالذات. الحقيقة لحد الآن لا يستطيع أحد أن يجزم بحقيقة ما جرى هناك. يعني كل الناس تحمل الميليشيات والصراعات الانتخابية والصراعات السياسية التي تجري في العراق مسؤولية هذه الكوارث وهذا الفشل. قبلها يعني أيام حدث ما حدث في الناصرية وقبلها في مستشفى الخطيب، والعراق مستمر يعني بتحمل هذه الكوارث بسبب الفشل الحكومي والانهيار الأمني وانهيار منظومة القضاء وانهيار كل شيء في العراق. نعم، هناك مأساة والأخرى تجتاح العراق، ولكن بيان الصادر عن تنظيم داعش على أنه هو المسؤول عن هذا الانفجار، كيف أو هل يمكن اعتبار هذا الإعلان هو عودة لداعش إلى الساحة العراقية؟ يا سيدتي، داعش أصبحت يعني مطية أو متكة أو شماعة تعلق عليها الأجهزة الأمنية والحكومية العراقية وحتى إيران جرائمها وفشلها. لا يصدق أحد الآن اليوم بأن داعش يستطيع أن ينفذ مثل تلك العملية دون تواطؤ من الأجهزة الأمنية ودون، لأن هذه العملية، ولكن الأجهزة الأمنية في السابق كانت تعمل على مكافحة تنظيم داعش في العراق، كيف يمكن لذلك أن يحدث على أن يكون هناك مشاركة وتنظيم من قبل الجهاز الأمن العراقي لمساعدة داعش على الإقدام بمثل هكذا عمليات؟ يعني أنا أعتقد أن الجهاز الأمن العراقي اللي قتل ضابط منه برتبة ملازم أول في وزارة الداخلية ودرس الأكاديمية العسكرية أرسلتها الحكومة العراقية إلى عمان وقتل هاشم الهاشمي، نتوقع من تلك الأجهزة أن كل شيء
هذه الأجهزة منهارة ومخترقة ومنظومتها متهرئة لأنها لا تعتمد على الولاءات والوطنية. هذا الكارثة، لأنه الشعور الوطني لدى هذه الميليشيات والمسميات في العراق أصبح شعور مخجل. الكل الآن يعني يناضل أو يقاتل أو يدافع عن طائفته، لكن لا أحد يدافع عن العراق. ما جرى في مدينة الصدر فاجعة وكارثة، طالت الفقراء والمساكين، وفي سوق شعبي وفي يوم يعني في ليلة العيد هذه الكارثة. الكل يعتقد بأن هناك صراعات سياسية وانتخابية، وباعتراف الحكومة تؤكد هذا أيضا. نعم، أشكرك الأستاذ علي القيسي، رئيس جمعية ضحايا السجون الأمريكية والإيرانية، كنت معنا من برلين. شكرا.